عم تحكيني إلي؟ ليش في غيرك واقف معنا؟ أخي أنت غلطان، أنا اسمي أبو إياد مو أبو عماد. لك يا سيدي أبو إياد أبو عماد كله عند العرب صارين. بس أخي أنا ما بعرفه. استنى لأن أنت شو بتشتغل؟ سمان. إيه شفت إني مو غلطان؟ شفت. أنا أحكي لك الله يسامحك، شو نسيت لما كان ولادي يسرقوا لك بالدكان كمشات القضامي والفستو وتجي لعندي عم تلهاد مشان تشتكيهم؟ ايوه ما تكون ابو عمار؟ ما غيره. لك بيت انا ابو عمار. اهلي ابو عماد. ابو اياد. على راسي سيدي. اهلي. ايه سيدي شو عم تسوي بهالمعامله؟ شو عم بساوي؟ يا سيدي هالمعاملة صار لهم 3 أشهر عم ياخذوني ويجيبوني وما كانت تخلص. شي بدها توقيع من المحافظة، شي من البلدية، شي من الصحة. لك رح أجن، الله وكيلك رح أجن. تارك المحل وعم بفتل بهالمعاملة من قرنة لقرنة. شوف صار عليها أكثر من 100 توقيع وكل توقيع بده طوابع. طيب أنت معاملتك بأنو غرفين؟ صدقني ما بعرف. هات لي شو لك عمي، انا هو الكل بالكل. شو الحكي؟ كان كله بيعرفني هون. هلا معاملتك رح تشوف شلون رح تمشي كرج الميه. الله يسمع منها. امسك لحظه بس. هات تفضل. الحقني. يلا يلا. مرحبا شباب، مسكها شوي والله. شوف لي هي المعامله وين؟ الديوان. وين الديوان؟ الله يعطيك العافيه. يا ابو موفى من زمان كنت ناس تفكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. لك اهليه تاجاسي معيتك هي بس. استنى شوي بقى، انا رايي ابو موفى انه الشغله مو مستاهله، لذلك طول بالك شوي. هي اللي بياكل العصي مو مش اللي بيعدها. انا ما عاد اقدر اتحمل، ما في قدامي غير الطلاق. لا 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 يا ابو موفى. شو الحكي؟ شو طلاق؟ طيب اولادك ما فكرت فيهم؟ هذا اللي حارق لي قلبي وكاسر لي ظهري. معك حق يا سيدي. روق اخي ابو موفق، روق روق. اشتهيت شهوه فوت على البيت لاقي شعره مو منفوش، مع انه عنده بدال مشط 2 يا ابو سمير 2. اشتري له دزينه وكل قرني حط له مشرب. حلوه هي بعيدك اساسيه. بعدين التفاهم بيني وبينها صار مستحيل. بحاكيها بالشرق بتحاكيني بالغرب. يا سيدي حاكيها بالشمال بتحاكيك بالجنوب. إن الله محمد رسول الله. لكلك انت عارف شو يلي حشرك انت بالمواضيع العائلية؟ يعني اذا بدك تخلص من حشريتي مشينا المعاملة خلينا نتيسر. وصلت، رجع بكره اخي بتلاقيها خالصة. مع السلامة. شو وصلت؟ ما بدك تقراها بالاول؟ بلكي ما بدها شيء. ها شوفها اخي، بعرفها من غير ما اقراها. رجع بكره بتلاقيها خالصة. مع السلامة. الله يسمع منك. مشي مشي. شو بك مشاري؟ مالك فهمان انه عم يدفك ادف لبكره؟ لك يا سيدي نعمة، بالمديرية كانوا يقدفوني جمعة وفي واحد ادفني شهر. بقى اذا الاخ بخلصها لبكره بيكون كتر خيره وكثير منيح. يعطيك العافية يا سمير. ألين حطيت عندك معامل امبارح وقلت لي بكره بتخلص، بقى شوف لي اياها خلصت ولا لسه؟ اخي دور بين هالوراق، ان شفتها بتكون خالصه، ما شفتها بترجع بكره. طيب. هاي هي لقيتها. مبروك. الله يبارك فيك، عبال عندك. لك شو بكون واقفين بخلقتي؟ قلت لكم رجعوا بكره. طيب شو رايك مانا طالعين من هون الا والمعامله معنا؟ شو قصدك؟ عم تتحداني؟ لا لا لا، شو تحداك؟ لا سمح الله. بس بدي مبين عليك رجال قبضاي وابن حلال. فاش راسي مشي بياسي. لبكره سيدي. لا لا، بعد اذنك وبعد امرك بدك تمشيها. انا قلت لكم لبكره، يعني لبكره، لاني ما بحب احكي شكلين. يا ابو عمار يا ابو عمار، الله يشرحك اخي، لا تجادله، يوم يزعل بعدين ويقدف لنا بعد جمعه. لا سيدي لا، شو يدفنا؟ بده يمشيها ورجله فوق راسه. شو 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 تفضلتوا سيدي؟ لك رجل مين فوق راس مين سيدي؟ رجلك. ايه رجلك. لك وعم تعيدها كمان؟ عم تعيدها؟ تعيدها. يكون بعلمك هالمعامله ما رح تنشأ شهر من هون. لا قلت لك يا ابو عمار لا تزعله، كرمالي مشان خاطري استاذ خليها لبكره.
قبل بشهر ما راح تمشي لحتى اشوف رجل مين فوق راس مين. ايه لا سيدي بدك تمشيها غصب عنك. ما راح تمشي. صاروا شهرين. لا حول ولا قوة الا بالله. لك ايش الشغلة فوضى؟ هي المديرية مالها مدير؟ لك حتى لو اجى المدير العام بذاته قبل بشهرين ما راح تمشي. وإذا بتحكي كلمة ثانية بصيروا ثلاثة. أبو عمار مشان الله اطلع لي برا. الله يخليك لك تبوس ايدك. تريك. خذ. طيب تشارط انها بدها تمشي؟ ايه بشارط. وشو الشرط؟ يا بتقصلي شواربي يا بقصل لك شواربك. لك موافق. يراجع لك. بس لا تنسى تجيب معك المقص حتى اقصل لك شواربك فيه. المقص جايز. ليك. راجع لك. ابو عمار ابو عمار تعفي الله يصفحك. يعني ما كان في داعي تستفزه. كلها اجينا بكره ومش الحال. هيك عجبك الله هي دفنا ثلاث شهور. وحياة عينك ليمشيها اليوم. راجع لك. هي شواربي خمس دقايق وراجع لك. امسك شوي. لا تطلع لي هذا ابو عمار الزفت كمان. حدا سأل عني؟ لا. حدا فات على المكتب؟ ابدا. طمني شو خلصت تمثيلية اليوم؟ لا لا بدي ارجع بس في واحد يوصل له شواربي. شنو بقى؟ بعدين بحكي لك. الو؟ ابو سمير؟ في شخصين بعتهم لعندك، واحد اسمه ابو عمار وواحد اسمه ابو اياد. معهم معامله ان شاء الله مشيت لهم اياها. هذا الاصلع سيدي اللي فارق شعراته على جناه؟ هو بذاته. الو؟ الو؟ نعم سيدي نعم. ما في شيء سيدي، فتر راسي شوي علي. سلامة راسك. هدول اثنين من طرفي بدي اياك تخدمهم بشواربك. هات إذا ضل عندي شواري. شو قلت؟ ما في شيء سيدي، عم أقول على عيني، على عيني. مع السلامة سيدي. راجع لك. ما قلت لي يا اخي ابو سمير شو ساوي؟ طلقها لما ما طلقها. الله يرضى عليك يا ابو موفق، هلا وقتك ووقت حرمتك، اتركني بمصيبتي الله يرضى عليك. انا مصيبه؟ خير، ليش مع مين كنت عم تحكي؟ مع المدير العام شخصيا. يا ساتر. أهلين وسهلين عمو يميت. أهلين وسهلين. نورت المديرية مو معقول. أشرفت علينا البركات وقت اجيت. أنت شرف شرف. ليش واقف عندك؟ شرف ادخل لجوا. شرف عمي شرف. عم تحكي معي؟ إيه معك. شرف شرف. افتحت لي كنت. إيه بعرف. شرف يميت أهلا وسهلا. شرف عمو شرف شرف يا ميت اهلا وسهلا. شرف شرف لا تكون غلطان. لا انت شرف يا ميت اهلا وسهلا. يا انت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ايه ما كنت تقول لي انه المدير العام بعتك؟ ما كنت مشيتك على حالك. الحمد لله مش الحال. الاستاذ هون وعدنا انه يمشي لي معامله، بقى اعتذر منه ويا دار ما دخلك شر. شو صار معك؟ على عيني راح امشي لك المعامله فورا. غصبا عنك. غصبا عني. ورجلك فوق راسك. ايه رجلك. ورجلي فوق راسي. استنى لالا استنى. تقل لعندي. اعطيني بوسك. لك اول شرط اخر قص شواري. فوخة ما بعرف احلي فوخ حنكك. يلا تعالي هيك عطل. لحتى وهلا مشي المعامله. على راسي انا دافوخي من فوق. سكر لا تخاف سكر. Thank you.
تفضل اخي، وهي معامله خالصه. هلا هي شغله طخطش، كان بدها 3 أشهر تاج راسي. ارجوك بوس ايدك لا تجيب سيره للمدير العام على اللي حصل. سوء تفاهم ومش الحال. وبعدين يعني انا كنت عم امزح معك، يعني معقوله معامله بدها دقيقه اخليها عندي 3 أشهر؟ هلا ما قلت لي هيدا وين؟ لعند الاستاذ فرحان. نسيت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. لك شو هذا اللي عم بيصير؟ راحوا الغوالي يا ابو موفق. حيوان لو قرنين 3 أحمر. السلام عليكم. يعطيك العافية ساز. الله يعطيك العافية ساز. أهلا أهلا، الله يعافيك. أهلا، حضرتك الأستاذ فرحان؟ لا، أنا عبد العظيم واوية. واوية؟ نعم. أستاذ فرحان فين؟ أستاذ فرحان قدامك، هالشب الحلو اللطيف. يسلم. الله يسلمك. مرحبا تاج راسي الأستاذ فرحان. أهلين. يا هلا يا هلا يا هلا. لحظة شوي. الأستاذ فرحان فرحان وعم يبتسم، معناتها معاملتنا مسهلة. إن شاء الله. معيتك تاج راسي، شوف لي المعاملة. ماشي حبيبي، وصلت. الله معكم. انت بتحب نراجعك يعني؟ لك شو الراجعه، وانت كل شغله عندك نروح نرجع. خلص هلا بيحل لنا ابديتين وتاج راسي. صعب يا حبيبي صعب. ليش صعب؟ لك شغله سهله، انت بتكتب كلمه وانا بكتب عنك كلمتين، بحمي لك اسطمبه والختم بالطشه. قصه. يلا بعيتك، ما بدنا نعطلك كثير على الكلمات المتقاطعه. لك حقيقه اللي ما بيصير، هاي لازم تمر على رئيس القسم يوقعها وبعدين بنقرر شو بدنا نسوي. وين رئيس قسم؟ طلبوا المدير العام. مدير العام؟ المدير العام. من امتى؟ من 5 دقائق سيدي. طيب بيطول يرجع؟ يعني بجوز تأخر دقيقة، بجوز يغيب ساعة، الغايب حيقلبي عذره معه. إذا ساعة لكان مستناك يا جراسي. تفضل تفضل أخي أبو عماد. إيه تفضل. ابو اياد بصفى عندك حبيبي. مرض معدي. بعيد عنك. كم حرف هذا المرض معدي؟ من احرف، ثاني حرف نون. ابو خريون. ابو خريون انت الثاني. غلطت اخي. غيره هذا شو غيره؟ ما بنقدر اخي، ما بنقدر، لانه الكلمات كلها متعلقه ببعضها، ما بنقدر لحتى نحل هي لنحل الباقي. اتعصب صار لنا 4 5 ساعات. صار بدها دكتوره لحيبه البي اي. نعم. عفوا، قصدي اذا حليت لك يا مشي لي المعامله. انت؟ ايه انا. ماشي سيدي، انا موافق. اللي شو هو المرض معدي وبمشي لك معاملتك. يا سيدي هذا المرض المعدي انفلونزا. انفلونزا. شفت اياها مضبوطه؟ ان اوف او ان از ا مضبوط. مشينا المعامله لك. هي على راسي. ها تكرم عيونك، بما انك مشيتها رح مشي لك. هي توقيعي وهي كمان توقيع رئيس القسم. تكرم عيونك. وين رح نرجع انت؟ شرف. هاسي قبل ما تاخذها بدي اعرف شو عرفك؟ انت دكتور شيء؟ لا شو دكتور، لا بس انا عندي اهتمامات طبيه. ابي كان مطهي. شرف يا سيدي شرف. يا سيدي لوين هي هلا؟ اساله. يعطيك العافية أستاذ واوية. أهلاً الله يعافيك. هي لوين معيتها؟ تاج راسي. لعند السيدة منال. منال 1 2 4 أحرف. إيه 4. منال عمودي معناها. شرفك. السلام عليكم. مو معقول، مو معقول، أنا ماني مصدق حالي إنه معاملتي بيوم واحد تفوت غرفتين وتطلع. مو معقول. انت الله منين بعث لي اياك؟ ما بعرف. بدي اسالك اخي ابو عماد. لسه بقول لي ابو عماد. ابو اياد. ابو اياد. ايه. هلا باعتبارك صار لك كذا شهر عم تخفي بهالمعامله، كم غرفه بقيان لازم تفوت عليها؟ علم علمك سيدي على كل قد ما خالوا كثار، اذا بقينا بهالسرعه على جمعه زمان بنخلص طبعا بامتى. شباب. كذوني نسواني. ايوه. أنا من هون خفت ست منال. تفضل. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. امشي امشي يا أخي أبو إياد، نحن مخربطين بالأوضة وهم مشغل صوف. امشي. خير يا أخي، شو بدك؟ ها
فاضي تحاكينا ولا نستنى لتخلصي الكم؟ حكينا صرنا اكلين 100 كم بهالمعامله. احكي شو بدك؟ شوفي لنا هالمعامله الله يرضى عليكي، واذا خايفه رفيقتك تسبق بالصوف هاتي باخذ عنك انا كم قطبه، انا بعاون مرتي. هاي المعامله بقصه مناج. مكان مين حضرتك؟ يو انا فاطمه. يو عاشت الاسامي. ايه مشينا يا وين الست مناج؟ عم تاكل عسل. تاكل عسل؟ ايه العسل منيح كثير، بس بأنا غوضة عم تاكل عسل؟ بكي من لحالنا شي لحسن. على شو عم تضحكوا؟ عم تاكل عسل يعني راح تقضي شهر العسل مع عريسه. يا ايش على خاتمة الأحزان، قصدي إن شاء الله مبروك عقبال عنكم. آمين. ليه محروق؟ ايه طيب هلا شو بدنا نساوي والعمال؟ ايه العمال بدك تنتظر لك شوي لترجع ست منال. طيب يعني مشينا يا انت الله يرضى عليك تاج راسي مشينا يا ما بقدر. لك ليش ما بتقدري؟ الدفاتر والختم بالخزانه. ايه ما مطالعهم. ايه ما بنقدر. ليش؟ المفاتيح اخذتهم معه. وليش؟ يعني هلا شو بدنا والعمل هلا شو بدنا نعمل؟ والله بدك تنتظر لك شوي. قديش يعني؟ لا ترجع من شهر العسل. ست فاطمة؟ ايه دخلك شو فيني هالريب؟ حاشته هيك؟ فرجيني لشو؟ مؤاخذة يا دم مؤاخذة. لا اشتغلي لك كمان دورين، الريب كل ما كان أعرض كل ما كان أحلى. أنا هيك كنت عم بقول. لا لا صديقة بالعكس، الريب كل ما كان أصغر كل ما كان أحلى. خلي رأيك لحالك، ما حدا سألك. ليك شو ساولت مني؟ مش بخلق. ست فاطمة؟ ايه شو رأيك الأصفر والأبيض إذا كانوا مع بعضهم؟ لمين بدك تشتغليهم؟ لا أخي جاي على باله يلبس كنزة جاكار. حاكم قال ده خلقه من السادة. أصفر وأبيض حلوين، بس أنا رأيي تبدلي الأصفر بالأسود، أبيض وأسود بيطلعوا أرتب. هيك قلتي؟ ايه وأنت شو قلتك؟ أنا قلتي سرقوني وزهر بيكونوا أحلى. عيب راسك وتاك. رجعت السلام. سرقوني وزهر. ايوه. ليه بدي لاقي زهر؟ بلاقي هذا اللي عند السوكه بلاقي عنده زهر. ايه ولا تلاقي سرقوني بالاول. شو دخلك؟ لكن انا ما في سرقوني. شو دخلك؟ يا طول بالك ابو عماد عم ناخذ ونعطيه. ابو اياد. ابو اياد يا علي. ايه عفوا ست ابو اياد. ست فاطمه. ايه. بدي اسالك شو هالاخت هنيك لا من تمها ولا من كمها كانه اكله بوكس عم خرا. تركها بهمها، جوزها بعتها لعند اهلها من تحت راس المدير العام. شو دخل المدير العام؟ هذا يا سيدي كانت ترجع البيت الساعة 12 بالليل؟ لا الظهر. الظهر ايه 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 تلحق ترتب بيتها وتطبخ لها لقمة أكل. ايه سيادة المدير العام صار يصرفنا الساعة 2:15. لا 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 رجع جوزها لقاها مو طابخة. يا لطيف. قام أدفع بيت أهلها. طيب هلا أنتِ شلون عم تلحقي تطبخي لجوزك؟ يو أنا جوزي اللي بيطبخ. يخ الله بحيي الرجال. يعطيك العافية. أهلين ست فاطمة، لا تؤاخذينا. أهلا وسهلا. تفضل أخي أبو إياد، شرف. شرف. تفضل تفضل. الله يبعث لك سيرة عريس من غامض علمه. آمين. أنا الحق علي، أنا حسبت حالي بحالي، لك أنا وصبت حالي بالعين. عجبك هيك هي؟ عجبك؟ هي المعاملة رح تقعد بغرفة واحدة شهر كامل. ايه ولا يهمك. شو يعني؟ شو رح تساوي؟ أنا سيدي اليوم ما عاد فينا بقى نساوي شيء لأنه الدوام خلص. ايه بكره بنلتقى بنفس الوقت وبنفس الأرنب وبتشوف شلون معاملتك فريرة. إيه لك أنا خلي المعاملة معك لبكرة. ايه بس الله يخليك يا أبو عمار ما بدي وصلي. يمني خناق وعياط وقصقصة شوارب ما بدها. ايه لا ولا يهمك، رح تشوف أخي أبو عماد لحالها رح تكرش. لسا بيقول لي أبو عماد أبو إياد. أيه أخي أبو إياد لحالها بدها تكرش. سلام عليكم. مع السلامة.